لأنه ربيع قلوبنا ونور صدورنا، لأنه شفيع يوم القيامة. أنا أحفظ كتاب الله لأرتفع درجات في الله عز وجل، ولبس أهلي تاج الوقار إن شاء الله، لكي ألبس أبي وأمي تاج الوقار وأكون من أهل القرآن الكريم، عشان أكسب أجر وثواب من الله ورضاه وأدخل الجنة، لأنه ربيع قلوبنا ونور صدورنا، لأنه شفيع يوم القيامة، للدخول جنات النعيم ولوجه الله عز وجل، لأنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. أن يجدوا ويجتهدوا ويراجعوا القرآن، وأن يقرؤوه ويستغفروا الله ويكونوا من رواد المساجد. أن يراجعوا باستمرار في المسجد وفي البيت القرآن الكريم كثيرا حتى يحفظوه. تعلموا مني، احفظوا صفحة ثم راجعوها، ثم احفظوا صفحة ثانية ثم راجعوها. بحفظ القرآن لما وقت فراغي، وقت قبل الحفظ بساعة أطلع إمام ومحفظ. احفظوا القرآن كي يكون لكم شفيعا يوم القيامة. أنصح إخواني في إندونيسيا أن يداوموا على حفظ كتاب الله تعالى ليدخلهم جناته، واللي يسجلوا في الحلقة في حلقة المسجد، يسجلوا في حلقات القرآن في المساجد، الالتزام بحلقات التحفيظ والمراجعة المستمرة. الله يجزيهم كل خير، الله يكثر من حسناتهم، الله يجزيهم من كل خير، الله يجزيكم من كل خير، الله يكثر من حسناتكم.